ننتقل إلى مقطع الحساب الحرفي واللي هو أهم المقاطع في الرياضيات. هذا اللي بنديرو اليوم. ديجا تعلمنا كيفية قيام أولى الحساب الحرفي في السنة الأولى وفي السنة الثانية في الدروس إنتاج عبارة حرفية، يعطيني قطعة مستقيم ولا يعطيني شكل ويكتب لي ذاك الطول بدلالة X وكيفاش نحسب. صحيح؟ نواصل هذا المقطع، تلاحظه في جميع السنوات ونحتاجوه في السنة الرابعة، أولى ثانوي، ثانية ثانوي، وحتى الثالثة ثانوي، غادي يكون دائما هذا الحرف إكس يتبعنا. صحيح؟ كيفية الحساب. دونك حنا كي نبغوا نحسبوا، مثلا عندي أولاد، عندي بنات، نجمعوهم مع بعض؟ لا، نجمع كل جنس وحده، نجمع البنات وحدهم والأولاد وحدهم. عندي أقلام، عندي آلة حاسبة، عندي مسطرات، هذو أدوات مدرسية، نجمعهم كاع مع بعض؟ نجمعهم كاع مع بعض؟ لا، شنو نجمع؟ نجمع كل أداة لوحدها. نبدأ، عندنا العبارة أ هي 2x زائد 4 ناقص 3x زائد 11 زائد y. أول خطوة اللي غادي نديرها، غادي نديرها في الـ A والـ B، ومن بعد نتخلى عليها في العبارات الأخرى. عندنا العبارة أ، شنو ندير؟ غادي نرتب بالحدود. شنو هما الحدود؟ اللي راهم متشابهين نديرهم حدا بعضهم البعض. نبدأ مثلا 2x. شنو ندير؟ الحد الثاني شكون هو؟ هو 3x، بصح نديه ب بالإشارة تاع، الإشارة تاعها كي راهي؟ هي سالبة، إذا نكتب ناقص 3x. شنو يبقى لي؟ الحرف الثاني الذي يلي اللي هو y. من بعد شنو يبقى لي؟ الأعداد، زائد 4 زائد 11. نجمع كل الحدود المتشابهة، الإكس مع الإكس، الإكس مربع مع الإكس مربع، الإيكراك مع الإيكراك، الزاد مع الزاد، والعدد مع العدد. عندي 2 ناقص 3 ب بالإشارة تاعها، 2 ناقص 3 تعطينا ناقص 1 إكس، وناقص 1 إكس اصطلاحا شنو نكتبوها؟ ناقص إكس. تبغي تكتبها ناقص 1 إكس، ومن الأفضل نكتبها ناقص إكس مباشرة. الإيكراك مع من نجمعها؟ ما نجمعهاش، تقعد زائد إيكراك زائد 15، 4 زائد 11 تعطينا 15. ننتقل إلى المثال الثاني اللي هو البي. البي ماذا يساوي؟ يساوي 4 ناقص 3 إكس ربيع زائد 8 إيكراك ناقص 7 إكس ربيع ناقص 2 إيكراك زائد 11. نقوم بعملية الترتيب باش نبدأ. ناقص 3 إكس ربيع ناقص 7 إكس تربيع، هذا مع هذا، كاين إكس واحدة أخرى؟ مكاش. كاين الإكس؟ مكاش. كاين؟ كاين الإيكراك، زائد 8 إيكراك ناقص 2 إيكراك زائد 11 زائد 4. نجمع كل الحدين ولا الحدود المتشابهة مع بعض. ناقص 3 ناقص 7 شنو تعطينا؟ ناقص 10 إكس تربيع، 8 إيكراك ناقص 2 إيكراك شنو تعطينا؟ 6 إيكراك، 11 زائد 4 زائد 15. ننتقل إلى سي. هذه المرحلة تبغي تديرها، تبغي تخطاها. صحيح؟ هاي روحوا للسي. شا عندنا سي؟ عندي 3 إكس تربيع مع ناقص 9 إكس تربيع. كاين إكس تربيع واحدة أخرى؟ لا. نجمعها مع الإكس؟ لا، عندي إكس تربيع بصح عندي إكس. مثلا كيما من نبغي نجمع أقلام، ها هما أقلام تاوعي، هذو ثلاث أقلام، بصح كي نبغي نجمعهم بالألوان نقولوا عندي ثلاث أقلام، عندي لون أحمر، لون أزرق، ولون أسود. صحيح؟ إكس تربيع مع الإكس ماشي كيف كيف. إذا نجمع 3 إكس ناقص 9 إكس تربيع شنو تعطينا؟ ندير 3 ناقص 9 شنو تعطينا؟ ناقص 6 إكس تربيع، ناقص 9 زائد 4 شنو تعطينا؟ ناقص 5 إكس. ما ننسوش الحرف هذا. شنو يبقى لي؟ باقي لي زائد 1 وزائد 8 شنو يعطينا؟ زائد 9. ودائما نرتب إكس أس 2 إكس والواحد. صحيح؟ ننتقل إلى المثال الموالي اللي هو دي. دي ماذا يساوي؟ لاحظ عندي 4 إكس تربيع مع 2 إكس تربيع، كاين عدد واحد آخر؟ ما كاش. هي 4 زائد 2 شنو تعطينا؟ تعطينا 6 إكس تربيع. عندي 2 إكس، عفوا 7 إكس، هنا شنو كاين؟ شوف 1 إكس. كي تلقى إكس ولا إيكراك معناها المعامل تاعها شحال؟
واحد اذا راهي واحد اكس اذا نجمع شا قلنا 7 زائد 1 شا تعطينا زائد 8 اكس ناقص 9 زائد 3 شا يعطينا ناقص 6 صحيح. يعني العام اللي جاي كيطلع السنه الرابعه متوسط ما تغلطش في هذا. التبسيط هو اول خطوه مهمه في الحساب الحرفي. زيد البي قلنا باش نبدو بالتسعة اكس قلنا نبدو بالاكس تربيع. عندي ناقص 12 اكس تربيع مع 4 ناقص 12 زائد 4 شحال تعطينا؟ تعطينا 2 ناقص 12 زائد 14 تعطينا 2 اكس تربيع. ناقص 12 زائد 14 تعطينا 2. باش يبقى لي 9 اكس تربيع. تلاحظ هذه درت خط واحد يعني غادي نجمعهم مع بعض وذو زوج خطوط. 9 ناقص 11 تعطينا ناقص 2 اكس ويبقى لي 3 زائد 1 شحال تعطينا؟ زائد 4. زيد الاف اف تساوي شنو قلنا نديرو؟ 4 اكس تربيع مع من؟ مع الاكس تربيع. هيا هنا شنو كاين؟ 4 وهنا هنا هنا 1 ناقص 1 ناقص 1. هنا شنو عندي؟ 4 ناقص 1. 4 ناقص 1 شنو تعطينا؟ 3 اكس اس 2. من بعد عندي تربيع من بعد عندي 8 اكس ناقص 1 اكس. 8 ناقص 1 تعطينا زائد 7 اكس. من بعد شنو يبقى لي؟ يبقى لي ذا العدد مع هذا العدد. هنا شنو كاين؟ ناقص 15 زائد 21 ناقص 15 زائد 21 شنو تعطينا؟ زائد 6. اذا شنو درنا هنا؟ اول خطوه في الحساب الحرفي هي تبسيط عبارات حرفيه. لاحظ هنا بدون اقوس. الملاحظه جد مهمه هنا شنو رانا نديرو؟ يوجد بدون اقوس. صحيح جماعه؟